برغم كل هذا المرار أيد الله تبارك وتعالى للمؤمنين من ينصر دينه في قتال الصليبيين. أيد الله تبارك وتعالى صلاح الدين، وقبل صلاح الدين نور الدين محمود وعماد الدين زنكي وغيرهم من الشرفاء الذين دافعوا عن دين الله تبارك وتعالى. ونصرنا الله تبارك وتعالى على الصليبيين وفتح صلاح الدين بيت المقدس. تعلم كيف فتح صلاح الدين بيت المقدس؟ ما استطاع العرب أن يحرروا بيت المقدس إلا لما حكم صلاح الدين مصر. مصر هي التي حررت بيت المقدس، مصر هي التي دافعت عن بيت المقدس. نور الدين محمود الذي كان من أعدل الملوك، وهو الذي ربى صلاح الدين، هو الذي زج بصلاح الدين إلى مصر حتى يحكم مصر من أجل أن يحقق حلم حياته في تحرير بيت المقدس. ما استطاع نور الدين أن يحرر بيت المقدس، وحرره صلاح الدين بجنود مصر، وما توحد العرب مع صلاح الدين إلا لما كانت الراية مع مصر. وهذا ليس تعصبا لبلدنا، لكن هذه هي الحقيقة. والتتار، ما قضى على التتار الذين اجتاحوا العالم كله إلا مصر في معركة عين جالوت، لما حكم مصر قطز سيف الدين قطز وحارب بجيش مصر انتصر المسلمون. فمصر منع أيضا حصن حصين للإسلام والمسلمين. فعلينا أن ندافع عن ديننا، علينا أن نغار على أمتنا، علينا أن نقدم أي شيء نستطيعه على قدر طاقتك. قاطع المنتجات الأمريكية، قاطع المنتجات اليهودية، قاطع أي منتج يتسبب في قتل المسلمين. علم أولادك الدين، فهم أولادك القضية، علم أولادك أن فلسطين محتلة وأن من حق المظلوم أن يدافع عن دينه وعرضه وعن أرضه.